التقام بنت الشيوخ لقبلت صف الصفوف ولها قم احترام استوديو الابداع الفني وصفقت الكفوف خلوا كم يا البيض لجاتكم بنت الشيوخ لقبلت صفوف صفوف ولها قم احترام ولكم يا البيض لجاتكم بنت الشيوخ لقبلت صفوف صفوف ولها استوديو الابداع الفني القسم الاول في عالم الزفات والشناء لطلب الشناء بالاسماء العميان على طفل واستوديو الابداع الفني استوديو الابداع الفني عندما يلتقي الابداع بالتجديد تجدون استوديو الابداع الفني كل كبار ولع الحفلة برقصك وزينك واستوديو الإبداع الفني.